مشاهدينا نواصل هذا الموعد الإخباري لفقرة النهار بريكفاست. هذه هي الأثناء يشار لي أيضا من الزملاء كما عودناكم مشاهدينا دائما هذه الفقرة التي نحاول من خلالها معرفة أصالة عادات وتقاليد ولاياتنا الحبيبة. اليوم رايحين نرحلوا إلى وادي سوف في هذه الأثناء مشاهدينا على حساب المكونات الموجودة. أكيد هذه دبارة صوفية في حد ذاتها بهذه المكونات نتاعها. صباحك سعيد السيبني، مرحبا بك معنا في قناة النهار، وإن شاء الله يكون صباحك سمح وزين وباهي كيف السواف الكل. آمين إن شاء الله علينا وكل المؤمنين يا رب إن شاء الله. تفضل، وش هي المكونات نتاع الدبارة؟ احكي لنا على تاريخها. تاريخ دبارة هي تاريخ قديم جدا. السي سمير خلينا نحكيه شوية على المكونات، وفي نفس الوقت يقال أنه كلمة دبارة جاية، كلمة دبارة الأصل نتاعها من كلمة دبارة اللي هي التدبيرة، عبارة عن خضر. دبارة قصدك سامعني عليها. أيوة، مجموعة من المكونات والخضر اللي متناولها موجودة. الهريسة. تفضل. أولها الهريسة كان علب، طماطم علب، وهذه الهريسة اللي نصنعها أنا بيدي كما يلقبونها الهريسة العربية. وهذه طماطم تاع الحب، وهذا فلفل، وهذا زيت زيتونه وكمون وكزبر، ومعها فلفل مرقد. صور جميلة يعني. هذه التوابل وفيها شوية من رأس الحانوت وفيها توابل من الكروية. وكيف يعني كيف تمتزج هذه المكونات كلها باش توصل لنا الطبق الدبارة الصوفية؟ عندي سؤالك. قلت لك كيف نمزجوا بين هذه المكونات كلها، يعني المكونات الموجودة قدامك كيف نمزجوها وتطلع لنا الدبارة الصوفية؟ يلا دوك نبدا نهز الصحن والعقل ونبدا نخلط ونشوف كيف نمزج بيناتهم. اها. يلا هذه هريسه، وهذه طماطم علب، وهذه الهريسه العربيه، وهذه طماطم الحب، وهذا الفلفل كما يلقبونه الفلفل العربي. وهذا زيت زيتونة، وهذا الحمص. يعني صور جميلة فعلا، مكونات بسيطة جدا، دبارة صوفية. السي سمير نعرفوا انه دبارة شيعة اكثر واكثر في ولايتين اللي هي بسكرة والوادي سوف، وش هو الفرق بين ولاية الوادي وولاية بسكرة؟ وش هو الفرق يعني بين الدبارة الصوفية والدبارة البسكرية؟ هل في اختلاف؟ نلقاو كاين اختلاف ولا لا؟ حتى اذا ما فيش اختلاف كثير، حتى اذا كان في اختلاف حاجه طفيفه. نفس المقادير. انا تعلمتها في بسكرة عند عمي بالقاسم بان رحمه الله. ايه رحمه الله. وهكذا الطبق صار جاهز. وهذه كزبر. نعم. طبق هذا صار جاهز. يعني كثير من المكونات، خلينا نقول مكونات
بسيطة جدا يعني اللي حب الدبارة أكيد في النهار بسيطة خفيفة عادة تأكلها سمير الدبارة كبيرة الدبارة في واد سوف تنتكل كل يوم ولا في كل موسم ولا مثلا في الوقت اللي تتكل كل يوم تأكل في فصول أربعة إلا في الصيف تنقص قليل بيعتها وكان دبارة تعفول ثاني مقشرة نضوك نوري كيفاش تخدم ثاني حتى هي هذه فول هذه دبارة الفول مقشرة تمرس تهرس تهرس هكذا ثم نعطيها خلطة كما الدبارة الأولى هكذا إذن مشاهدينا على المباشر سمير بني طبعا من المحل نتاعه والدبارة السوفية اللي رانا قاعدين نشوفوا فيها الآن هذه بطريقة الفول يعني يتم تقشيره طبعا ويتم دبارة الفول مقشرة ربما يتساءل اللي ما ذاقش او اول مره يذوق او يشوف ايضا المكونات نتاع الدبارة السوفية سمير هذه تتكل بالخبز ولا بلا خبز تتكل بالخبز جميل يلا قال لكم سمير اللي حب ياكل بالخبز يغمس ويجوز معليش الله يسلمك اللي حب ياكل بالخبز ولا يعمل في الرجيم ياكلها بلا خبز دبارة فول مقشرة وعندنا دبارة واحدة أخرى نقولوا لها الميلونج نص بنص نصها فول ونصها حمص يلا خلينا نشوفوا كيفاش تكون هذه الشكل نتاعها هذه دبارة فول بقشورها هذه حتى السميرة وقاعد يوجد لكم في كل أنواع الدبارة لحد الآن أو طريقة تقديمها شفنا في الأول يعني الدبارة السوفية خلينا نقوله بال يعني بالطريقة الأولى تاعها العادية يعني بالحمص وبعدين شفناها بالفول المقشر وأيضا في نفس الوقت فول مقشر وهذه راهي يعني بالحمص والفول في نفس الوقت نعم لا هذه الاولى الفول قلت لك بقشورها نعم وبعدين نديروا المخلطه الميلونج الحمص والفول اللي راك تحضر فيها الان هي مخلطه بين الحمص والفول لا يحضر فيها الان الفول بقشوره اوكي دبارة فول بقشوره فول بقشوره مباشره ومن بعد نحضر لك دبارة اخرى مخلطه الحمص بالفول يعني قيمه غذائيه موجوده الصراحه يعني مكونات طبيعيه حتى الزيت الموجوده هي زيت زيتون يعني زيت زيتون زيت زيتون نعم صحيه يلا خلينا نقول الصحيه سمير اللي ياكل دبارة سواء صوفيه ولا بسكريه وشنو الشعور اللي يجي من بعد يعني بعد هذا الأكلة الصحية يعني تعطي طاقة تعطي الانرجي وش هي الحاجة اللي تقدر تعطي طاقة
كان ياكلها في الصباح البكره وكان ياكلها وقت الغداء وكان وينتعش لما ياكل الدوباره. يلا والان راح نوريكم الدوباره خاطر الدوباره ثالث رابعه اللي هي الميلونج. يلا خلينا نشوف الميلونج يا سمير. الدوباره مشاهدينا في هذه هي الصبيحه. يعني سمير مصر على انه يجوا عندنا اربعه معانا هنا في العرض التقنيه الموجودين معانا اكيد زملاء. اذا تاتوا تفطروا عندي اليوم مرحبا بكم. اكيد اكيد طبق رائع جدا هو الصراحه، والاجمل فيه هي الحرور. طبق الجميل فيه هو انه طبيعي، يعني طبيعي المكونات بتاعه، الحرور موجوده وفي نفس الوقت زيت الزيتون ايضا حاضر. هذه المخلطه بين الفول والحمص. نعم هذه المخلطه بين الحمص. واللي ذاق البنة ما يتهنى. أكيد أكيد بنة في طبق الدبارة، وكما قلنا مكونات طبيعية، صور جميلة في هذه الأثناء. أكيد نعتذر من اللي رأى يشعر بالجوع في هذه الأثناء مشاهدينا، لكن جمال تراثنا وأصالتنا اللي نحاوله في كل مرة في كل صبيحة أننا نوروه للسادة المشاهدين اللي يحب يتعلم، خاصة في فصل الشتاء في المناطق الداخلية والمناطق الجبلية وحتى في الشمال. في الفترة هذه أعتقد أنه مثل هذه الأطباق أيضا تساعدنا، مش فقط إخواننا وأهلنا في الصحراء، أيضا في واتسوف ولا حتى في بسكرة. أكيد هذه الأطباق تفيدنا في فصل الشتاء البرودة مثل هذه. أصبحت تباع في بعض الولايات الأخرى ثاني. صحيح موجودة كخنجلة باتنا موجودة حتى في العاصمة، موجودة محلات الدبارة البسكرية والدبارة كاينة في العاصمة. طبق جميل ولذيذ وصحي، والصور جميلة أيضا من وادي سوف تأتينا. أكيد تحية ليك يا سمير وتحية لأهلنا في واد سوف، و الله يسلمك. التحية لكل المشاهدين لقناة النهار. أكيد نحرص دائما مشاهدين على أنه نعطوا صورة. تحياتنا لكم أنتم كذلك عمال قناة النهار. والتحية لك. تحية لك أكيد سمير بني من مشاهدينا واد سوف. الصور جميلة، وايضا نحاول من خلال دائما من فقره النهار بريكفاست مشاهدينا ان نعرض لكم امور وصور جميله عن المطبخ الجزائري، عن المطبخ التقليدي، طبعا اصاله تراث كل ما يتعلق بالمطبخ الجزائري الاصيل. اشكرك جزيل الشكر سي سمير بني وتحضيرك على تفننك في تحضير الدبارة السوفية باربع طرق كما كنا نشوفه على المباشر. شكرا جزيلا لك وتحية من خلالك لكل أهلنا في واد سوف وبسكرة في هذه الصبيحة لكل ولايات الجزائر. شكرا جزيلا لك سمير. كل ولايات الوطن إن شاء الله ربي يهنيك بارك الله فيك بركة. شكرا إذا مشاهدينا.